مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في هذا الخبر الجديد. بداية لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس للتوصل بجديد أخبارنا. أشاد الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا وذلك بالناخب الوطني وليد الركراكي بمناسبة تحقيق التأهل إلى ثمن نهائي كأس العالم قطر 2022 على رأس المجموعة السادسة برصيد 7 نقاط ودون أي هزيمة، وهو الإنجاز الذي غاب عن المغرب منذ مونديال المكسيك سنة 1986. واعتبر الفيفا أن الركراكي يستحق أن يكون بطل حكاية المغرب الرائعة في قطر، ليس فقط لأنه أوجد طريقة اللعب المناسبة والتوازن المطلوب في أداء الفريق، لكن الأهم هو توحيد الجميع وضبط غرفة الملابس وترميم أي صدع كان موجودا فيها قبل قدومه.